بلاتي بلاتي تنافس غندير. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرا. الو. ايش رايك فيه؟ الو. لا لا شايف شي زين كاين شي زين ما في كاين شي زين كاين شي زين ضروري صافي المهم نعود الى نشاط الأخبار مقدمة مساء مع السابعة التابعة ونبدأ بأبرز العناوين. موسكو في اتحاد مع اليابان. زيزال يضرب الشماعية. المعين في سد عليه الباب وما عرفش كيفاش يخرج. البحر كان شراك وستيو مرحبا بكم في نشاط اليوم. عودنا إليكم مشاهدينا الكرام، اليوم معنا السفير الياباني الذي كان واحد من الذين ساعدوا في هذا الاتفاق مع موسكو، السيد تشانغ يونغ سابينسون. سيد تشانغ يونغ، ما الذي جعلك تقوم بهذه الإجراءات؟ أنا جد سعيد اليوم لأنني حضرت لهذه الكونفرنس مع موسكو كما تعرفون عاصمة جد جميلة وأحبها جيدا لأنني أعوم فيها بكل طاقتي. شكرا سيد تشانغ يونغ على هذه التصريحات اللي فاتنا بزاف هذا النهار. سبحان الله العظيم سيد تشانغ يونغ، الى اللقاء في محاضره اخرى معي في برودكشن. اذا كنتم مع السفير تشانغ يونغ والزميل خليل العريان. خليل العريان الريبورتاج جميل جدا جميل جدا، حتى ذاك النهار كان شويه صاد. كما قلنا سيد الحال غنقوم الان واحد ريبورتاج ثاني بطبيعه الحال بخصوص الخبر ديال الزلزال الذي ضرب الشماعيه. بطبيعه الحال حنا ما عرفناش كيفاش طرا هذا الزلزال، واش بفعل امواج او البحار او الشمال. الشمال ممكن، نعم ممكن. لاحظوا ريبورتاج. السلام عليكم ورحمه الله، نحن الان في ساحه حين يوجد محطه الكيران في الشماعيه، كما نرى هناك تخريبات من نوع 7 درجة كما نرى. هنا نسأل شخص متضرر، ماذا بك؟ هل كنت شاهدا على هذه الواقعة؟ يا ويلي ما فهمت، انا ما عرفتش داك الشيء من جانا، هذاك تخلي كتشبع هذاك الشمع، ما فهمت انا كاين هذاك الشيء، ما عرفتش ما تقطع لي هذاك الشيء واش تقطع شي هكا. فين كنتي في الدار في الزيقة؟ كنت نلقط في الشمع، ما احنا في الشمعية ما عرفنا في الشمع كنشوف لقط في الشمع، ما عرفت انا داك الشيء الشمع اللي خاطر لي بزاف باش نسوي هذاك الشيء كاع، ما عرفتش انا. اشنو واش انت كي طرا لك تهرستي دابا؟ كي طرا لك؟ كما نرى الضحايا تعاني في هذه في هذا الكارثة التي وجدت الآن مع الثانية والنصف عندما ينعس الناس. إن خطيرة جدا، تنعس ويزلزل. انظروا إلى هذا الشخص، انظروا إليه كيف يعاني. ريبورتاج كريستيانو رونالدو. يا للأسف كنتم مع كريستيانو رونالدو.
اللي شاهد داكشي مباشرة. حنا شنا غير من مقر السوزيو وقفنا الحال بزاف داك السيد مسكين كي كان يعاني. يا حضرات يا حضرات ما عرفناش لحد الان باقي يرساو وكلشي كل من داك الشيء. نطالبوا من هذا المنبر ان السلطة تتدخل وانه يمشي ويديو البنية التحتية والفنيد ولا شي حاجة ويوكلو شي حاجة مسكرة بالية الشيا كيزحف الراس مسكين لقد في الشمع وشنو بغينا دابا شنو بغينا لقد في الشمع ما لا حول. المهم كنا الان قلنا ان معي في تسد عليه الباب ما عرف كيفاش يحلو كيفاش تسد عليه الباب هو ما عرفش كيفاش يحلو لكن من بعد مع شحال من سيمانة شحال من عام هو في هذاك البيت يقتات فقط بالحشرات و الدفر ديال الفئران تصوروا معاه والبول ديالو مع هو كيبقى يبول بزاف فهمتي تيبقى يبول وتيبدا يخرج الماء مع هو شديد الذكاء تيخرج الماء من البول ديالو بحيث انه تيقتات من داك البول وتيقتات من الحشرات. المهم عاش عامين بوحدو شحال قلنا عامين بحال في البيت الراس ما دق ما دار والو حتى جاوا الناس وحلوا عليه ملي جينا حنا درنا مع ريبورتاج شوفوا كيفاش كان هذا الريبورتاج رد الفعل ديال مسيو المعيفي اللي هو البروديكتور ديالنا اليوم ما عرفناش كيفاش دار ليها ما فهمناش حنا ما اليوم يلا لقينا المعيفي شحال حنا تنقلبوا عليه لاحظناه هو المعيفي اليوم هو هنا حنا تنشوفوه سي المعيفي واش يمكن لك سي المعيفي سمعتي اسمح لي نسمعي اش بغيتي واش تلي بير حزب الميل خلاص اسمحنا نسمعي فيها نشوف يا سيدي الحزب سمعي فيه يمكن تقول لنا كيفاش تخرجتي كيفاش كانوا كيفاش حسيتي داك الايام كلها يا سمح لي ما بغيتش نهضر معاك اخويا ما سمح لي اسمح لنا سمعي فيه كما كتلاحظوا سمعي فيه ما بغاش يقول لنا اش مطاري ما بغاش هو معقد بزاف معقد من هذا الشيء ما عرفتش علاش ما بغاش يقول لنا. كان معكم مايكل شوماخر من قدينة من مدينة القنادف تنفعلنا بزاف الى اللقاء. كما قلنا مشاهدينا الكرام ما في ما بغى يقول لنا والو ما عرفنا منه والو طبيعة الحال عنده الحق بانه يتستر على هذه الطائرة بطبيعة الحال لانه كان كياكل البول تاع الفيران البول ديالو الفيران وكان كياكل شي حوايج حاجة محرجة محرجة بزاف ما فهمتش وشي كيولي من بعد عامين شي كيقصار قصار ولا ليموني ما عرفتش ليه البول يمكن ممكن متابع اخر الخبرات او الاخبار اللي عندنا في هذا اليوم المتعب طبيعي الحال وخبر تاع يفرحكم شويه خبر تاع البحر كان شراكو السيول نتابع الروبورتاج مع رشيدة يا زينة عندك معكم رشيدة يلا جيت من الحمام ولكن غندير هذا الروبورتاج راه ما نزلوش العمل ديالي هو الاول نبداو اليوم عندنا البحر كان شرا كوستيم كيما كتشوفوا الزوينات والغزالات هو تيشي البحر كان يمكن لكم تقول لنا بشحال شريتي هذا الكوستيم انا كي كنت قلت لي واش خاطري شنو عندك ب 1400 درهم جا في الاول قال لي لا غنتبعوا لك انا ب 2000 درهم انا كي لا ما غتبعوش لي ب 2000 درهم حتى انا عندي 1400 درهم جيبي قال لي انا راه عندي 1500 درهم قلت لا ما غنعطيش 1500 درهم حتى انا عندي 1400 درهم جيبي ما فهمتش انا هذيك الساعه اش غندير انا ما فهمتش بقيت ندير الحسابه ديالي قالوا لي بان اللي عطيتو 1400 درهم غتبيعوا لي 2000 درهم اللي ما عطيتوش غتبيعوا لي ما غيبيعوش 1400 درهم اي انا نخسر على 1400 درهم هو غير لي 1500 درهم درت 1400 درهم عطى لي 1500 درهم وانا ب 100 درهم او شريتي مع هذا الكوستيم شي سبه انا شريت بيبي زوين وهذا الكوستيم باي مناسبه بمناسبه الكالا مناسبه الكالا واش كاين شي ديتيز ولا ما كاين والو كانت معكم رشيدة العالمي من مدينة السلطان كما شفتوا راه كان فرحان في بحر كان رشيد العالمي كانت يلا جايه يا من الحمام لا ما قديش ما قديش فرضاً بعدها يعطيك واحد شوية البيزال لما احنا في الأخبار الأولى
هذاك الشيء كان زين الحمد لله وداك الشيء زوين بزاف وكان كل شيء فرحان وكل شيء غير سالي فرحان وغنغني فرحان وين 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 وشوف الكاميرا ما انت واقف زعما وين وين المهم لا حافظ لا حافظ الحافظ خاطر غادي يدك المهم مش راه دازت امسيه رائعه امسيه رائعه حنا عندنا شي حنا في موسكو دابا كنا مع داك الياباني و كنختموا الاخبار ديالنا السلام عليكم السلام عليكم